تعد صناعة الذهب عالم واسع جداً، ويضم فئات عديدة تتراوح من الذهب عيار 9 قيراط وصولاً إلى عيار 24 قيراط، والذي يعد من الذهب الخالص. يتم تداول الذهب عيار 14 قيراط بشكل واسع في الدول الأوروبية وفي أمريكا واستراليا وأسيا والعديد من الدول الأخرى، تماماً مثل عيار 18، وذلك لتصاميمه العصرية وأشكاله التي تتناسب مع كافة الأذواق والأعمار، إضافة إلى أسعاره المنخفضة التي تناسب كل الإمكانيات. يحتوي الذهب عيار 14 قيراط على 14 جزء من الذهب وعشرة أجزاء من المعادن الأخرى، ويتميز بسهولة صياغته بأشكال مختلفة وخفة وزنه وانخفاض أسعاره مقارنة بأعيرة الذهب الأخرى. يعتبر الذهب عيار 18 و 21 قيراط الأكثر رواجاً في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، حيث يتم صناعته وتداوله على نطاق واسع لتلبية متطلبات المرأة العربية في كل المناسبات وخاصة فئة الشبكات. ولأننا في لازوردي سباقون دائماً إلى مواكبة الأسواق العالمية وتقديم أحدث المنتجات المصنوعة من الذهب والألماس والتي ترضي جميع الأذواق وتتناسب مع متطلبات الجميع، نطلق ولأول مرة في مصر مجموعتنا الذهبية الجديدة المصنوعة من الذهب عيار 14 قيراط لتقديم قيمة عالية بأسعار وأوزان لم يشهدها سوق الشبكات في مصر من قبل، ويطبق عليه نفس سياستنا في البيع والاستبدال مثله كمثل عيار 18 وعيار 21. فبتصميماته المميزة وأسعاره التي تناسب الجميع، سيكون أجمل شبكة وأروع هدية لكل المناسبات السعيدة. صممت مجموعة ستايل 14 قيراط للمرأة العصرية التي تتطلع دائماً إلى التميز وتحقيق واكتشاف المزيد. تتناسب تصاميمها المميزة مع كل يوم وتعكس روح المرأة المغامرة المنسجمة مع ذاتها والتي تطمح إلى كل ما يكمل شخصيتها الرائعة. عيار 14 من لازوردي لأول مرة في مصر. تختلف أعيرة الذهب ويبقى هو الاستثمار الأمثل والبريق الدائم. لازوردي تحول لحظاتكم المميزة إلى ذكريات من ذهب.